الشباب اللي حابين يمارسوا اللغة الإنجليزية بالذكاء الاصطناعي، ولكن الجديد بقى يا شباب النهاردة إننا هنمارس اللغة الإنجليزية مع مين بقى؟ يعني مين اللي هيرد علينا؟ النسخة الأجنبية منك أنت ومنك، بمعنى إن إحنا هنستنسخ صوتنا هو هو وهنديه للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يحول هذا الصوت لصوت شخص أجنبي ناطق أصلي للغة الإنجليزية اللي هو أنت، يعني صوتك أنت. فأنت هتمارس اللغة مع نفسك من خلال الاستنساخ، استنساخ الصوت باللغة الإنجليزية مجانا من خلال هذا الموقع، وعلى فكرة حتى من غير ما تسجل في هذا الموقع. كل ده تقدروا تعملوه مع play.ai. كلمتكم عن هذا الموقع من قبل، اهو play.ai، وهنا كاتب لي the voice interface of AI، هي دي بقى اللي انا عايزها، clone your voice. تعالوا بقى نستكشف هذه الخاصية الرهيبة اللي بجد هتفرق معكم كتير جدا. اكيد انتوا مش هتتحرجوا، انتوا بتمارسوا اللغة بالذكاء الاصطناعي مع انفسكم، مع النسخة الاجنبية منكم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كل عام وانتم بخير. النهاردة واحد ذو الحجة، اول يوم من العشر ايام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول عليها ان هي احسن ايام في السنة، طبعا هي والعشر الاواخر من رمضان. كل عام وانتم بخير، ولا تنسونا من صالح الدعاء، ولا تنسوا الدعاء لأهلينا في غزة. لو تعالوا افرجكم على ايه اللي احنا هنعمله بالظبط. هنا اهو استنساخ وباسمي محمد، لان انا هتكلم مع نفسي، وزي ما انتم ملاحظين على اليمين انا لم اسجل، اهو ساين اب ولوج ان، ما دخلتش بحاجة، كل ده كده وانا برا على الشط. Hey محمد، how's life treating you today? Hey there, life's good, thanks for asking, how about you? I'm good, thank you. I have a quick question if you don't mind. Can you tell me a fun fact about Egypt? Of course. Did you know that the Great Pyramid of Giza is the oldest of the seven wonders of the ancient world and the only one still largely intact? It's definitely a fascinating piece of history. All people know about this fact. Okay, no problem. Tell me a fun fact about America. Here's a fun fact. The state of Alaska is both the westernmost and easternmost state in the United States. Interesting, right? Right. وايه الفكرة؟ انت بتتكلم مع نفسك. انا هنا على البراوزر التاني عشان افرجكم ايه اللي بيحصل. اول ما بتفتح play.ai بتلاقي هنا clone your voice، هي دي اللي انت بتضغط عليها زي ما قلت من غير ما بتسجل ولا اي حاجة. وهنا بقى ايه هيطلع لك؟ نص. ثانية واحدة، ايوه المفروض النص ده انا اقراه، وبعد ما اقراه اقول له finish، هيقول لي طب اختار لنفسك اسم، كتبت له محمد، خلاص اقدر اتكلم مع نفسي. ده اللي انتوا بتقروه، ولو عايزين تعيدوا اللي انتوا بتسجلوه اهو ريستارت، هيعيد تاني من البدايه. حاولوا تقروا بسرعه. طب انا لو قريت اي حاجه تانيه، اتكلمت بالانجليزي من غير ما اقرا، ده عادي برضو مفيش اي مشكله، تقدر تعمل ده. الموقع ده بالانجليزي فقط لا غير، ما ينفعش اكلمه بالعربي اقول انا هستنسخ صوتي بالعربي. عايز بقى تسجل صوتك ده، سيف يور كلون، بتضغط هنا وبتعمل ساين اب عشان يحتفظ بيه، لان زي ما قلت لكم انا كده بره، انا ما سجلتش حاجه، كل ده بعمله وانا بره. خلونا برضو ناخد فايدة تانية من اللي احنا بنعمله ده، الممارسة، الاستماع، انتم تستمعون الى اللغة الانجليزية، وده في حد ذاته شيء عظيم. انا فرحت جدا بشاب بعت لي من كام يوم لما قال لي انا بمارس اللغة دلوقتي كل يوم من خلال هذا الموقع تحديدا play.ai، نص ساعة وبدون خجل وبدون اي مشاكل بقعد اتكلم، وبكون فرحان جدا ان انا بعمل ده. وفي نفس الوقت غير ما بيتكلم ممارسة الكلام هو ايضا يستمع. دلوا غيركم على هذا الفيديو، لان الدال على الخير كفاعله مفيش اجمل من اننا نحسن من اللغة الانجليزية، لان هي دي لغة العالم كله، وهي دي اللي بتفتح امامنا افاق كثيرة. ده اللي انا حبيته في هذا الفيديو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.